أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. بدأنا الحلقة بالأغنية الرائعة اللي كتبها بديع خيري ولحنها وغناها سيد درويش. أنا مش قادر أميز ده صوت الأستاذة حياة صبري أو صوت نعيمة المصري، إنما في النهاية الأغنية دي اشتهرت جدا واتغنت في بر مصر كله، والأغنية ليها مناسبة مهمة جدا، مش بس عن البلح ولا عن الزغلول. ولو ان البلح في مصر الحقيقة له قيمة كبيرة جدا وله اعتبار، لكن لما المصري يحب يسخر من حد يقول عليه بلحة، انما البلح في المجمل كده حاجة كويسة جدا. الانجليز منعوا المصريين انهم يذكروا في الصحف بتاعتهم اسم سعد زغلول، وبالتالي المصريين اتخرصوا خالص وبقوا يخافوا يتكلموا في الشوارع او في الترمواي او في اي حتة أو في المقاهي عن سعد الزغلول، لحد ما فطن الملحن الشاعر العبقري بديع خيري إلى أنه ممكن يزق اسم سعد الزغلول في أغنية من غير ما يتمسك عليه حاجة، فألف الأغنية دي يا بلح زغلول يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح. جوه الأغنية هيقول يا سعد وعدي زغلول يا بلح. المهم أنه عايز يجيب اسم سعد الزغلول في قصيدة كاملة أو في أغنية، لقطها على طول العبقري سيد درويش ولحنها اللحن ده وغنوها المصريين في الشوارع، والانجليز شايفين انها اغنية عن البلح ملهاش علاقة بسعد زغلول. يبدو ان احنا رجعنا تاني للعصر ده، اللي هيجيب اسم بلحة هيروح في داهية. معرفش مين العبقري اللي اطلق على السيسي بلحة، والسيسي تمتع بانه اخد كام وصف كده، مرة الهاشتاج ومرة عرض ومرة مش عارف ايه، لكن يبدو ان اسم بلحة هو الاسم اللي التصق بيه فعلا، يعني الاسم اللي لزق فيه وبقى ماركة مسجلة هاشتاج ما ينفعش. الاسم التاني الصعب ده ممكن ما يتقالش في ناس في وسط اسرة او امام اطفال، لكن بلحة الحقيقة اصبح اسم شعبي للسيسي. وبالتالي الانجليز بتوع العصر دول اي حد بقى هيجيب سيرة البلح هيتقبض عليه. انا ما بهزرش، يعني انت لو قلت لعيل في الورشة عندك او في الشارع او في الحارة وقلت له يا بلحة ممكن تقبض عليك. زمان كان بيتقبض على اللي يجيب اسم سعد زغلول فبقى يا بلح زغلول، دلوقتي ضاقت قوي فبقى اللي هيجيب سيرة البلحة مش البلح بلحة هتبقى مشكلة. ده الغلطة اللي وقع فيها الشاعر الحقيقة جلال البحيري اللي اتحبس النهاردة 3 سنين لأنه أساء للقوات المسلحة المصرية. ده الخبر أو خلينا نسمع الأغنية تاني كده نفتكر مع بعض، أو أغنية بلحة بقى المرة دي اللي هي بتاعة العصر الحديث، سمعته بصوت إما نعيمة المصري أو حياة صبري يا بلح زغلول. دلوقتي أغنية بلحة بس اللي هي متاخدة من التراث الشعبي، يا حلوة يا بلحة يا مقمعة شرفت إخواتك الأربعة. والأغنية دي استدعاها من التراث المخرج صلاح أبو سيف في فيلم بداية ونهاية، وفي المشهد المشهود أو المعروف لما الضابط اللي هو حسين لما هيروح ياخد أخته اللي ممسوكة في الدعارة فيلاقيها في وسط مجموعة من الأداب قضايا الأداب يعني، ويزفوها يا حلوة يا بلحة يا مقمعة شرفت إخواتك الأربعة. النص ده من التراث، لكن صلاح ابو سيف اداله قبله الحياه لما حطه في الفيلم، وبقت الاغنيه دي عار بدل ما هي اغنيه فخر وبتاع على بنت بتتجوز وشرفت عيلتها، بقت العكس بتاعها بالظبط. اخد ده احد الشعراء وكتبه واتلحن واتغنى. نسمع اغنيه يا بلحة. حظك من الدعاء وتلم في ايدك شلتك وتنور سجن المزرعه. الحقيقه الفرق طبعا بين سيد درويش او بديع خيري وبين الاغنيه دي
ان سيد درويش لما كان بيحط لحن كان ما بيدورش، وده كانت ميزه سيد درويش الحقيقه اللي كسرته ام كلثوم فيما بعد، انه سيد درويش كان بيكتب اغاني الجماهير تغنيها، مش مطرب بقى يطلع بصوت حلو وبتاع. لكن بوفاه سيد درويش المشروع ده مات، وبقى دلوقتي رجعنا مره تانية لعصر ما قبل سيد درويش، اللي هو المطرب اللي صوته حلو اللي يقعد يقول اهات ويقليل يعني. وطبعا ده كان مشروع ام كلثوم وعبد الوهاب. فبوفاه سيد درويش ماتت القصه دي، لكن كل اغاني سيد درويش انا وانت وكلنا نقدر نغنيها لان الحان سهله. اللحن اللي سمعناه ده على التراث بتاع الشعر بتاع يا حلوه يا بلح يا مقمعه شرفت اخواتك الاربعه بقى خلصت سنينك الاربعه. لحن طبعا صعب ومعقد جدا، وان كان بدا بطبله فلاحي في الاول كده، وبعدين بدا بالنص ده، وبعدين قلب بقى يعني تقدر تقول عليه فرانكو اراب. الشاعر جلال البحيري الحقيقه شاعر مجرد شاعر يعني، مش هيعمل حاجه على فكره، ومش مشهور يعني، وربما يكون قيمته في الشعر مش مهمه يعني، لكنه اخذ 3 سنين سجن بتهمه اهانه المؤسسه العسكريه. قادت المحكمه العسكريه اليوم الثلاثاء بحبس الشاعر جلال البحيري 3 سنوات وغرامه 10,000 جنيه لاتهامه بنشر اخبار واذاعه اخبار كاذبه واهانه المؤسسه العسكريه بحسب المحامي مختار منير دفاع المتهم. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت الكاتب والشاعر جلال البحيري للمحاكمة العسكرية على خلفية البلاغ المقدم ضده بإهانة المؤسسة العسكرية. ذكر البلاغ المقيد برقم كذا لسنة كذا عرائد النائب العام أنه خرج على الشعب المصري خلال الأيام الماضية الكاتب والشاعر جلال البحيري بديوان أطلق عليه خير نسوان الأرض، والله الاسم حلو، عن دار ضاد للنشر والتوزيع في ضوء تحريف حديث النبي اللي هو مش حقيقي يعني، او اللي مش ثابت صحته، خير اجناد الارض في اشاره للجيش المصري. يعني هو التلكيكه كده، يعني هو قال لك هو اصل كده دلوقتي بيخبط في الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. وطبعا انا سالت كل العلماء اللي اعرفهم قالوا لي الحديث مش صحيح قوي يعني، او مش صحيح يعني، لكن هم قال لك ايه، حطوا القصه دي عشان يبقى خبطوا في 2، في الدين وفي اشاره للجيش المصري. الحقيقه النبأ ده او الخبر ده اللي النهارده حصل اساءه يعني عرى كل حاجه في مصر. انا عايزك تتخيل معايا وتبقى مبدع كده ان شاء الله وربنا يديك الصحه، وتتخيل معايا ان الشاعر جلال البحيري اتحبس في قصيده بيهين فيها النبي او بيسيء فيها الى القران. انا عايزك بس تتخيل كده، هكن في شاعر عره جعر يعني انا اعرفه، مرة كتب ديوان كده أساء فيه يعني عبيط هو ومالوش أي قيمة في الشعر يعني، اتحكم عليه بحكم ما قضاهوش لحد دلوقتي. بس يوم ما اتاخد الحكم ده أيام مبارك، وأنا مش عايز أقول اسم الشعر عشان ما ادلوش شهرة يعني، وهو بيكتب في أحد المجلات، يوم ما اتاخد الحكم ده خرج علينا كلاب العلمانية وقال لك دي الحزبة الجديدة بقى، وأين الإبداع؟ واللي باكوا بقى على الابداع واطلال الابداع وعدنا الى عصور الرجعيه لمجرد ان الشاعر حد محامي ساب عليه دينه فرفع الشاعر قضيه فالشاعر خد حكم. على فكره ما قضاهوش لحد دلوقتي، انا بكلمكم على حاجه مثلا من يمكن 15 سنه تقريبا يعني. شاعر والديوان اصلا ملوش اي 30 لازمه، عباره عن واحد عنده هلاوس جنسيه حطه في ديوان، هو ما يطلق عليه غير انه هلاوس جنسيه. المهم يعني هذا الشاعر اتاخد الحكم وما خدوش لحد دلوقتي يعني اتنصر. طلع بقى علينا كلاب العلمانيه امثال خالد منتصر والرعاع دول قال لك بص بقى انها الحزبه انه الرجعيه، بينما الشاعر ده النهارده اخد 3 سنين سجن في محكمه عسكريه، محكمه عسكريه لشاعر، لشاعر يعني فضيحه، وما سمعناش حد من الرجعيه من بتوع العلمانيه قال لك حريه الابداع والفكر، محدش قال الكلام ده خالص. فيبدو ان الجيش عند العلمانيين بقوة، وريني علي المشهد، بقوة البيادة يا كلاب، البيادة العسكرية، الجيش مقدس بالجزمة دي على أعناق علمانية مصر، الجيش مقدس، لكن القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكتب السلف مش مقدسة خالص، لأنها لها رب يحميها، ملهاش جيش يعني. جيش مصر بقى مقدس عند العلمانيين. فالشاعر يتمسك ويتاخد 3 سنين سجن. حتى هذه اللحظة لم أرى قلم كاتب علماني مصري أو عربي يتصدى للدفاع عن الشاعر ده ويقول أين حرية الإبداع؟ أو سمعت مثلا قال لك أنها الحزبة، ما فيش حد قال حاجة خالص نهائي. إنما الشاعر الجعر
اللي دخل مزبلة التاريخ من أوسخ أبوابه لما خالد خد سنة تقريبا سجن تقريبا حكم، بس يعني مش فاكر الحكم بصراحة، كان سنة أو ثلاثة وكانت محكمة مدنية. أنا شفت هجمة كلابية إعلامية علمانية لم تهدأ سنوات على هذا الشاعر المجروح الذي والذين والذي كان وحاجات دي. ده شاعر راح في داهية. بيقول بقى الشاعر جلال بحيري في قصيدته أو في ديوانه خير نسوان الأرض، بيقول وزير العساكر، سيادة وزير العساكر بنفسه تقدم في أول خطاوي الرخاء وناقش وقرر وحاول وقاول وقدم حلول قد تطيح بالغلاء. سيادة الوزير المبجل تكرم ووقع معاهدة حقيقي عظيمة وتشهد عليها جنود السماء. تنص المعاهدة يا عم المواطن بإن العساكر تبعنا هتبدأ وتصنع في بويا ومعجون حيطان، وحاجة يا عالم جميلة الصراحة. وقالوا يا سيدي هنعمل كمان دهان عادي مطفي وفي دهان بيلمع، دهان يا عم لطفي يشرف يسمع. سيادة الوزير يا راجل يا مرقع علي الطلاق انت راجل ونقط. في قصيدة تانية بيقول وإن كان ده فعلا وطن ليه الوطن محبوس، وإن كان فيه إخوات ليه بينا شيء منبوز، وإن كان ده يبقى رئيس ليه مدي على أراجوز. خير نسوان الأرض، مفيش أي حاجة عن نسوان لحد دلوقتي. ما تنسوش الفجر يطلع اخلقوه، ما تنسوش الظلم يركع اجبروه، ولا تحلموش بالثورة، ما تستنوش قصدي، ما تستنوش الظلم يركع اجبروه ولا تحلموش بالثورة تاني، مش هترضينا الأماني، فما تحلموش العرس يخلع اخلعوه. عطشان يا صبايا، دي قصيدة تانية. عطشان يا صبايا والعسكر باعوا النيل، عطشان وولاد الهرمة سرقونا ما فاتوا دليل، الأرض الخضرة هتنشف والرزق الآتي قليل، عطشان وولادي عطاشة عودهم أصفر وهزيل، عطشان يا صبايا والعسكر سرقوا النيل، يا ياسين هات الكماشة واخلع من حلق الشوك، ده الباشا هيفضل باشا والحر بيلبس طوق، الكذب بيملى الشاشة والحق حزين مخنوق، يا ياسين خطفوها بهية وذهبها بهو في السوق، عطشان يا صبايا والعسكر ردموا النيل. في قصيدة تانية من نفس الديوان، رجع الوطن بالدم، رجع الوطن بالدم، بعنا الوطن ببلاش، الشعب مش مهتم ورايتنا متر قماش، زي الوطن بتكش تخنقنا يوم عن يوم، طول ما الشعوب بتكش طول ما اللي فوق فرعون، يربطنا حبل القرش ويسوقنا من غير شوم، أموات رخاص متعيس وجهدنا شيء ممسوخ، الندل فوقنا رئيس والخرص فينا شيوخ، يا دولة القواد فيها شريف جديد، فيها شريف جديد أو فيها شريف جدا، ملعونة كل بلاد فيها القضاء مومس بيضاجع الحكام بعدين يقوم يدا، سامحونا يا أبناء إحنا الأباء جبناء، سبنا لكم الشيلة مخرومة مليون خرم فيها الفساد تعابين، تركتنا ليكم ظلم، سبنا لكم المعركة نتيجتها محسومة، ظهر الوطن مكسور عالى على كتافكم، فازاي تقوم للوطن من بعد نقومة، يا مصري يا نيمان بكرة الحريق طيلك، من امتى شلت الوطن عشان يكون شايلك، يا مصر يا أم العرض قدامنا ايه قدامنا قد هتكوه، فالحين نعاير بعض من فينا باع أولا، من فينا في الآخر، من فينا في المعركة ساب أرضه واستسلم، من فينا شاف الحق بيضيع ولا تكلم، لو في خلاص هيكون وقت الخلاص دلوقتي، الصبر ده مسموم من كتر ما استهلك، والظلم جرم لئيم ما يغفروش الله، إذا كان خدوه بالغضب بالغصب من جتة المظلوم. دي بعض قصايد من ديوانه اللي هو خير نسوان الأرض. وأنا شايف بصراحة أنه ما هو الشاعر يعني فز، مش بس أقول لكم الحقيقة يعني مش عشان اتمسك واتخذ سجن يعني، فهتخليني أبقى يعني أدافع عن مستوى شعره، يعني مستوى واحد عنده إحساس كويس جدا، عنده
حس عالي، لكن كشاعر يعني ما هوش الشاعر اللي انت تقول عليه خدك، ما هوش الشاعر اللي اغانيه ممكن او يعني كلامه ممكن يبقى اضافة لعالم الشعر في العامية حتى يعني، لكنه في الاخر شاعر وهو حر، وهو الحقيقة عارف يوصل ويطبع الديوان. خلاص ما تسيبوه، ما تسيبوه. يعني ايه اللي ازعجكم في شاعر سواء كان العنوان خير نسوان الارض، ما انتوا كتبتوا كلام كتير عن الدين وعن القران، ما حدش حاسبكم. يعني مين حاسب صلاح جاهين لما رسم كاريكاتير على سيدنا محمد؟ مين يعني؟ على كل حال الاستاذ عبد الرحمن يوسف الشاعر كان كاتب قصيده بتقول: يا دوله من حكامها منكوبه وركبانة ومركوبة، يا دولة أمنا الغولة يا كركوبة يا مخروبة، يا دولة دولة الملك ملك المفتري، يا دولة مين يشتري، يا دولة فول نابت على سد الحنك على جمبري، تقدر تعارض ربنا وتشتم جميع الأنبياء فيها وتبقى عبقري، لكن يا ويل يا ويل ويلك إذا عرضت حتة عسكري. ده الحقيقة اللي قاله الأستاذ عبد الرحمن يوسف، هو بيلخص حال مصر. أنت اشتم في القرآن براحتك، أنت اشتم في الصحابة زي ما أنت عايز، أنت ألف قرآن جديد محدش هيقولك لأ، تقدر تعارض ربنا وتشتم جميع الأنبياء فيها وتبقى عبقري، لكن يا ويل ويلك إذا عرضت حتة عسكري. مش بس من العساكر، ده من العلمانيين المصريين. أنا لم أرى حتى الآن أديب يوسف زيدان، خالد ممتاز، كل كلاب العلمانية الجربرين دول ما تصدوش للمسألة إن إزاي شاعر يتحط قدام محكمة عسكرية، وإزاي شاعر ياخد 3 سنين سجن عشان قال كلمة. يا جماعة حرام، ده أنتوا بقيتوا في دولة الرعب، دولة الخوف، دولة بتحبس الشعر، دولة بتقتل على الكلمة، كلمة في ديوان شعر. على كل حال دي دولتكم دلوقتي، مش بس في الشعر حتى في الحفلات. ما هو الخوف بقى من جلال البحيري ده، انه وعلى فكرة ده من زمان، يعني عبد الناصر حارب والسادات اكتر حارب احمد فؤاد نجم ودخله السجن، ولو جيت في فترة عبد الناصر والسادات شوف عرض الشعر دخل السجون، وما كانش فيه شاعر يعيش ويتهنى ويصرف ويتبغدد الا اللي بيكتب عن رمش عينه اللي جارحني رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه، مين يا ناس يفصل ما بين بينه وبينه، الحاجات دي كده. انت شاعر عظيم جدا. حتى لما كتب عبد الحليم حافظ، او لما كتب الابنودي غالبا، عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكه شالت من ليالينا القمر، وبلدنا على الترعه بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. الاغنيه دي كتبها الابنودي بعد 67، اذا ما كنتش غلطان في الابنودي يعني، كتبها بعد 67 وغناها عبد الحليم، والحقيقه اللحن والتوزيع حزين جدا لدرجه ان اسرائيل استشفت حال المصريين في الاغنيه دي، بعد ما كنا بنقول صوار صوار والاخر مدى والحاجات دي، وبعد ما كنا بنقول بقى حاجات وبتاع وان والذين، كل ده صفي على المغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر. القصة دي لولا ان عبد الناصر كان بيحب عبد الحليم، ولولا ان عبد الناصر كان بيسمع شوية وعنده سمع يعني، لانه كان بيسمع كويس عبد الناصر يعني، ما كانش افرج عن الاغنية، وكان عبد الحليم هيبقى في السجن. الابنودي نفسه دخل يعني، دخل بعدها وتحوط عليه وبتاع لما حب يعمل نفسه يساري. اذا الشعراء خوفوا دولة العسكر دي من ساعة ما بدأت لحد النهاردة، بداية بقى من أساتذتنا الكبار فؤاد حداد وغيره، وانتهاء بجلال البحيري، رغم رأيي فيه كشاعر، إنما ده لا يمنع أنه شاعر فعلا يعني، ده رأيي ربما يكون خطأ.